ومعنا عبر الهاتف من مدينة سيري بابي عاصمة ولاية غيديماغا موفد قناة المرابطون الداه يعقوب. ده ماذا عن أول أيام زيارة الرئيس الموريتاني لولاية غيديماغا؟ مساء الخير أمامة. زيارة الرئيس محمد بن عبد العزيز إلى غيديماغا بدأت من سيدي بابي. الرئيس بن عبد العزيز اليوم وضع الحجر الأساس لإدخال الماء إلى سيدي بابي، كما أيضا زار واستغرب المراقبون من أنه لم يكن هنالك تدشين لمدرسة الصحة في سيدي بابي، فقط زار هذا المرفق المتمثل في مدرسة الصحة دون تدشين، زار أروقة وأقسام هذه المدرسة التي تفتح فرعا لها في سيدي بابي. كانت هنالك أيضا زيارة لتوسعة في مطار سيدي بابي من قبل السلطات الموريتانية وزاره الرئيس عبد العزيز. الزيارة الاعتيادية للمستشفى والمدرسة أمامة كانت حاضرة بين زنايا جولة الرئيس اليوم في سيدي بابي، عدا أيضا عن وضع حجر الأساس لما يقال أو يعرف بالتخطيط العمراني والإداري لسيدي بابي. طبعا إذن هذا الحديث عن إلغاء تدشين المدرسة الصحية العمومية بالمدينة واكتفاء الرئيس بزيارتها، هل تلقيتم مبررا لعدم التدشين هذا؟ هو كما يقول المقربون من الدوائر الصحية هنا في سيدي بابي، كان من المتوقع وكما شاهدنا في البرنامج الذي عندنا أن يكون هنالك تدشين، لكن يبدو أن هنالك بعض التجهيزات لم يرضى عنها الرئيس محمد بن عبد العزيز. شاهدنا ذلك في لقائه مع مدير المدرسة الصحية هنا، كان هناك نقاش طويل، وبالتالي ربما تم ألغي هذا التدشين نتيجة لعدم رضا الرئيس عن جاهزية مدرسة الصحة بفرعها في سيدي بابي. طبعا أمام فقط أود أن أشير أن أيضا الرئيس محمد بن عبد العزيز كان لديه لقاء مع أطر غيديماغا هذا المساء. نعم، الرئيس اختتم محطات يومه الأول بلقاء مع الأطر، ما أبرز ما أثير إذن خلال هذا اللقاء؟ هو فعلا انتهى قبل ساعات، كانت هنالك مشاكل عديدة طرحت منها فك العزلة ما بين سيدي بابي وكنكوصة، أيضا طرحت مشاكل تتعلق بالزراعة وبالواقع التعليمي في سيدي بابي وفي وامبو وقري واليانجا وغيرها من المقاطعات الرئيسية في ولاية غيديماغا. أمام أيضا الطريف الأمر أنه لا زال هنالك يطرح بين زنايا لقاء الأطر هنا في غيديماغا أسوة ببقية الولايات فترة الترشح لفترة رئاسية بارزة، وإن لم يجب الرئيس أو يتجاوب مع هذا الطرح الذي طرح أكثر مرة من قبل الأطر غيديماغا. إذن ماذا عن ساكنة مدينة سيري بابي على وجه الخصوص، أبرز المطالب التي تقدموا بها؟ أكيد أمام أكثر المطالب التي طرحت تتمثل في القضاء على العطش وأن يكون هذا التدشين بالماء عاجلا وبأسرع وقت ممكن، بحيث يكون هنالك واقع ملموس ومعاش لإيجاد الماء داخل سيري بابي العطشة جدا. نحن زرنا أكثر من موقع ومن مقاطعة ومن حي في سيدي بابي، وكانت المطالب تتعلق بالقضاء على العطش وبتحسين من وضعية التعليم وبتحسين أيضا الوضع الصحي في عاصمة ولاية غيديماغا. غدا الرئيس سيزور وامبو وسيرى كما قيل، ثم يذهب إلى غوراي التي سيكون فيها المبيت وهي مقاطعات تابعة لولاية غيديماغا، وسنكون فيها إن شاء الله. إذن داه اليعقوب مفدو قناة المرابطون إلى ولاية غيديماغا، شكرا جزيلا لك.